بالنعم اللي ربنا مديها لنا عنه هو نفس النجاح والشهره، فتشغل في النجاح والشهره. مديني فلوس فاتشغل في الفلوس. طب ما هو اللي مديني الحاجات دي، فانا بعمل الحاجات دي بعصبيها ليه؟ امشي الحاجات دي في حاجات الصح يعني. بدأت عبير صبري حياتها الفنية في التسعينات، لكنها اعتزلت في بداية الألفينات ولبست الحجاب. طب إيه كان سبب اعتزالها؟ وليه بعد كده رجعت في قرارها وقلعت الحجاب؟ وإيه كان موقف والدها ووالدتها من دخول الفن؟ ومين أختها الإعلامية؟ وإيه تفاصيل قصة حبها وجوازها من زوجها الحالي؟ وإيه تفاصيل رحيل أخوها اللي تسببت لها في صدمة جديدة؟ كل التفاصيل دي هتعرفها معانا في الفيديو ده. اتولدت عبير صبري يوم 26 أبريل سنة 1971، وبرغم حبها الشديد للفن لكنها دخلت كلية الحقوق، وده لأن والدها كان رافض تماماً دخولها مجال الفن. وفعلاً ما قدرتش عبير تدخل مجال الفن إلا بعد رحيل والدها، وبدأت بتقديم البرامج ومنها برنامج السينما والصيف. ومن هنا اكتشفها المخرج علي عبد الخالق واختارها علشان تشتغل في فيلم الناجون من النار مع عمرو عبد الجليل وطارق لطفي، وده كان سنة 1994. ولما عرفت والدتها إنها اشتغلت ممثلة طردتها من البيت لمدة سنة كاملة، لكنها في النهاية اقتنعت إنها من حقها تختار حياتها زي ما هي عايزة، واتجوزت عبير صبري مرتين في حياتها، وكانت أول جوازة ليها سنة 2002، وبعدها أعلنت اعتزالها الفن ولبست الحجاب، وتعاقدت وقتها مع قناة اقرأ وقدمت برنامج ديني على شاشتها. لكن بعد 3 سنوات حصلت خلافات شديدة بينها وبين جوزها بعد ما اكتشفت خيانته ليها مع صديقتها المقربة، وانفصلت عنه سنة 2005. وبعدها تراجعت عبير عن قرار الاعتزال وخلعت الحجاب ورجعت للفن مرة تانية، وكان أول فيلم تعمله بعد عودتها هو فيلم أيام الخادمة أحلام. واتجوزت عبير صبري للمرة التانية من المحامي الفلسطيني أيمن البياع، وهو سفير نوايا حسنة، وكان أول لقاء بينهم لما دعاها لحضور إحدى مبادراته في بيروت لدعم اللاجئات السوريات، وده كان في شهر أبريل سنة 2017. وهناك اتعرفوا على بعض وهو حبها من أول نظرة وبدأ يغذلها، فوقعت هي كمان في حبه. وبعد رجوع عبير للقاهرة استمرت المكالمات واللقاءات بينهم لغاية ما قربوا من بعض جدا، فعرض عليها الجواز، وده كان بعد 6 شهور من أول لقاء بينهم. وطلبت عبير منه إنها تاخد وقت للتفكير قبل الجواز، لكنها وافقت في النهاية واتجوزوا في شهر مايو سنة 2018، وكتبوا كتابهم في القنصلية المصرية في دبي، وكانت شبكتها عبارة عن خاتم ألماظ 6 إيرات. ودخلت مروة صبري أخت عبير الصغيرة مجال الإعلام وقدمت عدد من البرامج، منها برنامج القاهرة اليوم وبرنامج قعدة ستات وغيرها. وتعرضت عبير صبري لصدمة كبيرة بعد رحيل شقيقها أحمد صبري بشكل مفاجئ وهو في عز شبابه، وده كان في شهر يوليو سنة 2022، وكان وقتها في الأربعينات من عمره. ورفضت عبير تقول إيه المرض اللي تسبب في رحيله، وكانت حريصة إن جنازته تبقى بعيدة عن الأضواء، ووجهت له رسالة مؤثرة وعدته فيها إنها تخلي بالها من ابنه الوحيد. قلنا في التعليقات إيه أكتر دور بتحبه لعبير صبري.